السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع درسنا الجميل والرائع بعنوان تمسوح يحب التلوين ومع حرف التاء. الهدف أن يصنف المتعلم حرف التاء مع الحركات الطويلة مد بالألف والواو والياء في جدول المدود. الـ HPL القدرة على إظهار الثقة من خلال سرعة البديهة. سنقوم اليوم بتعلم قصة تمسوح يحب التلوين. سنستمع إلى فيديو عن الحروف العربية ثم نكمل قراءة القصة ونناقش القصة ونسأل عليها أسئلة ونستخرج الكلمة التي فيها حرف التاء ثم نلعب لعبة جميلة في آخر الحصة. لاحظ وفرق. تا صغيرة، تو صغيرة، تي صغيرة. لكن لاحظ هنا تا تو تي انتبه. إذا كان حرف التاء لما يكون عليه فتحة ليس بعده ألف يكون قصيرا، لما يكون بعده ألف يكون تا هكذا. التو نفس الكلام، إذا كان بعدها حرف الواو تكون تو، إذا لم يكن بعدها حرف الواو تكون تو صغيرة. حرف التي وحدها وليس بعدها حرف الياء تكون تي صغيرة، لكن لما يكون ممدودا أقول تي طويلة. انتبه. إذن سأقرأ مرة أخرى: تا تو تي، تا تو تي. انتبه. هيا نكمل قراءتنا لدرس تمسوح يحب التلوين. النجدة ساعدوني، لقد أضعت أمي. أسرع تمسوح إلى التلة فوجد تينا صغيرا يبكي. سأله تمسوح: كيف تبدو أمك يا تنين؟ استمع وصفق عند سماعك صوت التاء. تمسوح تمساح يحب التلوين.
رسمت تمسوح توتا وتاجا، ورسم تفاحة، ورسم التين. اقرأ الكلمات الآتية في رسالة صوتية لمعلمك: تمر، تفاح، تاج، تمساح، توت، تين، بيت، كتاب. صل حرف التاء بالصورة المناسبة له. صل الصورة بالكلمة المناسبة لها وانطق حرف التاء: تفاح، توت، تاج، تمساح. لا تنسى بني أن تقرأ القصة على العصافير التي أرسلها إليك معلمك.